البلاغ يمثل لنا المعرفة الصحيحة. قضية المعرفة قضية مهمة جدا. الآن البشرية تتخبط في قضية المعرفة. لا أقول اليهود والمسيحيون وعباد الأصنام يتخبطون في قضية المعرفة، هذا واضح. مئات الملايين من المسلمين يتخبطون الآن في قضية المعرفة، وتعلمون أن المعرفة هي القاعدة التي يبنى عليها جميع الأبنية الفوقية. نهج البلاغة يمثل لنا المعرفة الصحيحة بالله وبالنبي وبالإمام. في نهج البلاغة مع الأسف حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة، مو الآخرين، الآخرون بعيدون، حتى إحنا بعيدين عن نهج البلاغة. في كتاب نهج البلاغة سئل علي صلوات الله عليه عن التوحيد والعدل. ما هو التوحيد؟ الآن المسلمون مئات الملايين منهم تخبطوا في قضية التوحيد. مئات الملايين من المسلمين، وأقصد بكلمة مئات الملايين معناها الحرفي، متخبطون في قضية العدل. الآن يعتقدون أن الله تعالى هو الذي أجبر أبا جهل على الكفر، ويوم القيامة يأخذ أبا جهل ويضعه في أسفل الجحيم. هذا مثل واحد أبو يجبر ابنه على عمل ثم يعاقبه على ذلك العمل. هاي عقيدة مئات الملايين من المسلمين الآن. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هاي عقيدة المسلمين كثير منهم الآن، لأنهم ابتعدوا عن نهج البلاغة وابتعدوا عن أهل البيت. الله يجبر شارب الخمر على شرب الخمر، بعدين يوم القيامة يلقيه في نار جهنم، يقول لماذا شربت الخمر؟ هذا متخبط في العقيدة. سئل علي صلوات الله عليه كما في نهج البلاغة عن التوحيد والعدل، فقال: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه، جملتان ولكن تحتهما بحر أو بحور من المعرفة. شايفين تعريف للتوحيد والعدل ألطف من هذين التعريفين؟ التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه.